من 10 ايام امام سيراميكا 1-1، والنهارده بيلعب بنفس التشكيلة. اما طبعا كرر النهارده بيعمل 3 تعديلات بالمقارنة بتشكيلته في اللقاء السابق امام نادي انبي اللي كانت لعب على الارض. محمد عبد المنعم على الشمال جيدة، كريم الدبيس، كريم بعرضية خطير للسلام، متر قطور التصويب والصد واللمسة، ولكن التعدي، يا الله يا الله يا الله يا الله، العرضية ثم اللمسة من كهربا والمتابعة والتصويب الجميلة وعلى ممتازة الدفاعية من عمر كمال. مرة تانية انطلاق الامام، محمد اسماعيل باص على الشمال جيدة، محاولة خطيرة سريعة لزيكو، لم كرة عدى زيكو، هوب التصويب ولكن بعيدة على المرمى. ادم مصطفى زيكو اللي تألق والتاني خطير، طاهر انطلاقة باصة لمسة تاكلينج روعة من زيكو، ترجع على اليمين تصل عمر كمال منطقة خطورة، عمر عدى عمر ولكن الدفع من احمد زكي وصفارة والفاول من حاليا لصالح نادي زد اف سي. مصطفى شبير حارس مرمى على طول الصغيري بلمسة، احمد زكي يلعب عرضية عالية والراسية ولكن تعدي الخط، عدي بخط المرمى وتلعب برة، تبقى على طول ضربة عمر ولكن تلعب التماس للاهلي ورعتون ناحية احمد كوكا، الكرة الطولية خطيرة ولكن سالف احضان الحارس الامين وهو علي لطفي. على الشمال طاهر، محمد طاهر عاوز يعدي، طاهر جابوها دربكة وتصويبة حلوة، الله 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 شكلها حلوة التصويبة، قدم المغربي رضا سليم وتبقى ضربة المرمى حاليا لصالح نادي زد اف سي. لمسة ودربكة وخطأ في الباص من اللاعب وهو محمود نبيل والمتابعة وتصويبة ولكن نبيل لمسة ورا لمصطفى العش، تصويبة أرضية بدون عنوان بعيدة بكل البعد عن المرمى لطاهر، محمد طاهر، طاهر ناحية مروان العطية، عمرو السلية الباص الطولي حلو، طاهر محمد طلع عايز يعدي، طاهر لسه مع الكره، طاهر بلمسه مهاره من عمر كمال منتهى الخطوره، دخل عدى عمر كمال بعرضيه قويه لمسه من كهربا ولكن لمسه اليد، ولكن لمسه اليد، ولكن عمر كمال عم في يد محمود كهربا ولمسه يد واضحه من نصيب طبعا نادي زيش. لمسه مره ثانيه للامام، باص الكره الطوليه عمرو السلية، انطلاقة من السلية، باصة بينية خطيرة، كهربا تصويب والصد الحلوة، لسه في خطورة بلمسة ولكن 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 علي لطفي يتألق في الكدر ويظهر مرتين من لعيبة طبعا فريق زد اف سي حتى الآن في المباراة. عرضية خطيرة، المتابعة، متابعة خطورة والصد والتألق ولكن تعدي تلعب برا. خطيرة جدا جدا، عرضية اتلعبت جميلة والمتابعة بقدم. لمسة على اليمين في نص ملعب عمر كمال، رضا سليم لعمر كمال، تغطية حلوة من متى مجاسة، تترد الهجمة تصل عمرو السلية، عرضية متابعة، هوب اللمسة والسلام، مروة عطية بعرضية ساحرة قتل راسية، مش ممكن يا راجل بتعمل ايه، مروان عطية يلعب عرضية ساحرة، بص الماز ثم الارتقاء وضربة راس نبيل، ترجع الاهلي، طاهر على الارض، احمد نبيل كوكا، تغيير ملعب ممتاز، عطف اليمين في المكان الفاضي ناحيه عمر كمال، عرضيه سحرة والراسيه، يا الله يا الله على العرضيه، العرضيه الماز بقدم عمر كمال، هي هجوميه او بمعنى اصح دون هز الشباك في المباراه حتى الان. الباص الطولي السليه، باصه حلوه عمر كمال، مهاره بلمه لسه عمر، عرضيه عاليه خطيره، راسيه ممتازه من محمود نبيل تتراد، مروة عطية يعلي كورته براسية من احمد زكي في الامان وبره الملعب، تبقى الان ركنية لعيب زد، استلام احمد الصغيري على اليمين، عبد الرحمن البنوبي باصة بينها خطيرة، التصويبة حلوة، الله 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 على التصويبة جميلة، امتياز للحارس وهو مصطفى شبير، باصة مرة ثانية مهارة من عمر كمال، عرضية راسية، محمد اسماعيل لمسة موجودة على طول من مجاسة تترد، مروان عطية على اليمين منتهى خطورة، رضا سليم المهارة واللمسة والتألق من علي لطفي، والتألق من علي لطفي، يتألق تقريبا للمرة، مصطفى زيكو عاوز يعدي تترد قطع لعبد المنعم على الشمال سريعة منتهى خطورة، طاهر محمد طاهر لما كرت عدى طاهر خطير، هوب التصويب في اقدام محمد اسماعيل، متابع من عمر كمال، راح على الشمال عمر كمال مرة ثانية
كريم الدبيس بعرضية سهلة في أحضان الحارس وهو عادل لطفي. دخلنا خلاص على سم مع نادي الأهلي أنتلو موديس، ولكن لسه حتى لم يثبت وجوده بشكل كافي. والآن حكم اللقب بصفعة 30. يبقى كده الكابتن مجدي عبد العاطي عمل تغيير أول بين الشوطين، والنادي الأهلي ما عملش ولا تغيير حتى الآن في المباراة. الشوط الثاني بدأ، زيد علي كمال نجم الشوط الأول، فيش كلام لمروان عطية. الكرة طلع جميلة، السرية هوبا التصويبة تترد من أقدام محمد إسماعيل، لمسة على الشمال، كريم يا كريم، عدى كريم، يلعب عرضية تعدي من الجميع، ولكن تغطية دفاعية روعة من الكاجو وجت في قدم عمر كمال وتعدي، ومعها طلع لعبد المنعم. عبد المنعم طرف اليمين حلوة ناحية عمر كمال، عمر كمال عاوز يعدي، عدى فات عمر بسندة رضا سليم، منطلقة رضا، ولكن لسه رضا مع الكورة، سيطرة واستحواذ ممتاز من رضا بضربة راس من مصطفى العش، تصل الأهلي مرة تانية. أحمد نبيل كوكا لعبد المنعم على طول ناحية رامي ربيعة، عطف الشمال كريم الدبيس أمامية الكرة الطولية لطاهر محمد طاهر، والعرضية والرأسية من محمد إسماعيل ترجع مروان بلمسة، هدف خط قوية تترد من أقدام أحمد، لمسة استلام تصل أحمد نبيل كوكا، كرة طولية للسرية لكوكا مرة تانية، انطلق راح زاد دفاع من قطة، تصل السرية على الشمال روعة، كريم عرضية كريم راسية متابعة، الاستلام بلمسة براسية مد الخطورة على اليمين، تصل عمر كمال عرضية راسية، الله يا الله خطيرة رهيبة، ولكن تعدي ضربة الراس من طاهر محمد طاهر، ولكن تعدي بسلام وأمان على مرمى علي لطفي، ولكن تصل نبيل لأحمد عاطف قطة علي بالروعة وتقطورة لكاجو، كاجو بعرضية قوية وتقطورة بلمسة، ولكن ممتاز عمر كمال عامل مباراة دفاعية وهجومية بشكل ممتاز حتى الآن طوال اللقاء. دي ويطلع كورته بره الملعب ركنية للأهلي، رضا سليم عرضية راسية خطيرة جدا، مش ممكن مش معقول، عبد المنعم محمد عبد المنعم عاوز يعملها زي ما عملها المحطة، واللاعب المحرر الوحيد في الملعب النهاردة في أداء النادي الأهلي قفشه والباص عمر كمال والدفاع من أحمد الصغير، ولكن برا الملعب قائد زاب خارج الديار، ولقى العودة في القريب بإذن الله. كل التوفيق النادي الأهلي في مشواره في دوري أبطال أفريقيا. عرضية ولكن تصل على اليمين لحى كورتو أحمد عاطف قطة، لسه مع كرة قطة أحمد عاطف، انطلاقة مهارة، سقوط ودفاع من كريم الدبيس على الشمال، محمد مجدي أفشا، لسه أفشا وساندا، تحركاته ولمساته وعرضياته بإتقان بامتياز، يلعب عرضية حلوة جميلة، عطف الشمال أحمد عبد القادر، أحمد عبد القادر عاوز يعدي، عدى وفات بعرضية براسية من محمد إسماعيل في الأمان بره الملعب، تبقى ركنية. استلام عبد المنعم على الشمال حلوة، تصل كريم الدبيس، كريم يلعب عرضية راسية ممتازة بالعش، يعني العش واسماعيل كل الكرات العرضية واقفين. رضا سليم وادي وسام ابو علي النجم الفلسطيني، رضا سليم عرضية راسية متابعة خطيرة، هوبا التصويب والهدف، جوه جول احمد عبد القادر، ولكن رايح من المساعد الاول سمير جمال، والصفارة من حكم اللقاء امين عمر بيشير بالتسلل موجود لصالح نادي زد اف سي، ولكن ضربة ركنية جميلة جدا بقدم رضا سليم، ثم متابعة بقدم احمد عبد القادر يحطها في الشباك على يمين علي لطفي، ولكن راية وصفارة والتسلل موجود لصالح نادي زد اف سي في انتظار التأكد من حكام الفار. الكابتن محمود السوي، هذه العادة مرة تانية، هذه الرأسية ثم متابعة الجميلة والتصويب الحلوة والتسلل على مين؟ على عبد القادر ولا على كهربا؟ هنشوف ونتابع ونتأكد من حكام الفار راية من المساعد الأول واعتراض من اللاعبين على الكابتن سمير جمال. هذه العادة مرة واثنين وثلاثة، وادي الراسية والدفاع والمتابعة والجميلة والهدف الأول في المباراة، وادي المساعد الأول الكابتن كين الماضياتين، تسلل لصالح زد اف سي مؤجل
من الاسبوع الثامن. ادي العاده مره تانية، ادي العاده مره تانية، ادي العرضيه وتصل احمد نبيل كوكب يطلع كورته، الكره بتطلع بالراس والاستلام من القطوره، رضا سليم ولكن ممتاز مصطفى كياجي طلع كورته، تصل مره تانية، عمر كمال جابها يبنى من نار، عرضيه راسيه ولكن بدون عنوان من وسام ابو علي. عمر لمحمد مجدي افشب، باصة حلوة على اليمين جميلة، تصل ناحية عمر كمال، عمر كمال والعرضية، هوبا التصويب ولكن سهلة ضعيفة بقدم مودس في أحضان الحارس عادل لطفي. مصطفى زيكو كرة طولية ناحية ديلسون كاموني، انطلق راح هرم الدفاع من القطورة، كاموني بلمسة بعرضية ولكن الباصة واللمسة الأخيرة غريبة عجيبة. طلعت منه بره مفيش كلام، لمسة مرة ثانية تصل كريم فؤاد، الكرة طلع قفشة. دفاع بقدم العش ترجع الشمال ناحية كاجو، يطلع كورتو يعليها كاجو ناحية على طول السلام وسام، هوبا تصويبة حلوة والهدف جوه الجول، جوه الجول، الهدف الأول، الهدف الأول، النجم الفلسطيني، المفتاح السحري، المفتاح السحري لهز الشباك على طول، وسام أبو علي يسجل الهدف الأول، هدف التقدم مع لحظات أخيرة قاتلة من نهاية المباراة. افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، وعلى طول ده في الدقيقة 89 من نهاية المباراة. ادي وسام، وادي السدة الحلوة من مودس، وادي التصويبة الحلوة، الحلوة 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 بقدم النجم الفلسطيني وسام ابو علي عشان يسجل هدف غالي في وقت قاتل من نهاية المباراة. الهدف الاول والوحيد في اللقاء اليوم، اخيرا المارد الاحمر، الكتيبة الحمراء يترجم الضغط والسيطرة والاستحواذ والهجمات ويسجل هدف اول في المباراة مع لحظات اخيرة. حكم اللقاء بيصفر من نهاية المباراة، والفوز الغالي والغالي جدا، والفوز الصعب والصعب جدا، فوز اليوم.